السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتكون مني كل جديد. حجم خسائر حريق مدينة نصر. تجري قوات الحماية المدنية بالقاهرة عمليات تبريد مكثفة للعقار المحترق بالقرب من مول سيتي ستار، ودلت معاينة رجال المباحث أن الحريق ابتدى لثمان طوابق والتهم ست محلات ملابس بالأسفل، وقام رجال الإسعاف المنتشرين بمحيط الحريق بالعقار بالقرب من المصابين بعلاج ثلاث مصابين بالاختناق في مكان الواقعة، ولم ينقل رجال الإسعاف أي مصابين حتى الآن جراء الحريق.